خبير تجميل نارين بيوتي يطلب من تامر حسني أن يحيي حفلة غيتو سارة، شاهدوا المزيد من التفاصيل. نشرت اليوتيوبر غدا كيوميجيان ستوري وهي تحضر نفسها لعرس غيتو سارة وتؤكد حضورها للزفاف. جيت أغير أظافر اليوم عند الفخم المارلين، وبدي أعمل ابداع، مرة بتعمل إشي أحلى من اللي قبله. جاهزين تشوفوا شو عاملة؟ طبعا حعمل إشي very elegant عشان عندنا حفلات مرتبة هالأيام حلقتنا. يلا نشوف شو حنعمل. From the heathens, got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. نمر إلى خبير تجميل نارين بيوتي مايكل من صالون بيلاريزا، اللي كمان وضع تعليق على بوست تامر حسني يطلب منه أن يحيي حفلة عرس غيت مروان وسارة الورع. والجمهور بيتوقع إنه مايكل خبير تجميل نارين بيوتي هو من ضمن المعازيم. رأيكم بخصوص هذا الخبر؟